نعم. من راح يبدا؟ راح يبدا طبعا لازم لاعب ضربات الجزاء الترجيحية لازم يكون هادي. وشوقي وسجل، سجل شوقي غريب. مرباط واحد الان، ضربات ترجيحية، ضربات ترجيحية الان، مرباط واحد. رمضان سجل، رمضان، رمضان خميس. اذن واحد واحد حتى الان، ضربات ترجيحية واحد واحد. الضربات الترجيحية، ضربات ترجيحية واحد واحد. أول متعادلين واحد واحد، إذا نقول اثنين اثنين. مرباط الآن والكابتن يونس. كابتن يونس أمان 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 أمان، يودعها في بر الأمان. أمان اثنين، مرباط ضربات جزاء ترجيحية، مرباط اثنين، يونس أمان. وشد الحيل غانم وهلال، هدف. اثنين اثنين، اثنين اثنين، وصفر وعامر وصفر وهدف. ثلاثة مرباط، ثلاثة وفرحان. يا حمدان وشعبان، حمدان وشعبان، وحمدان وشعبان، وحمدان، حمدان الثالثة. ثلاثة ثلاثة، ثلاثة ثلاثة. الجعدي وضربات ترجيحية، والجعدي وعامر، وجعدي وعامر، وجعدي سجل هدف. أربعة أربعة مرباط، أربعة نادي مرباط. صاحب الضربة الترجيحية في بطولة مجلس التعاون زاهر سالم هو اللي جاب هدف الفوز. وزاهر على طول على طول، أربعة أربعة الآن مرباط. هاي طبعا، هاي طبعا نادي مرباط. وعبد الله وخمس الآن، فنجة خمسة، ما حد ضيع شيء الحمد لله. لو صدها، لو صدها، لو صدها سالم منصور. آه هدف الخامس، هدف الخامس سالم منصور. آه والله مباراة اليوم، وضيعها، ضيعها، ضيعها. لاعب مرباط الساعة تضيع، واا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 
عليه في أرض الملعب وزملائه وقصاء العقد طبعا يدخلون عليه. الفنجة وجماهير فنجة واقفين وقوف وقوف الآن. الكأس الآن في أقدام إبلوجي الكابتن. الكأس الآن في أقدام في قدم كابتن إبلوجي. فنجة بطل الكأس. وباكر مسافر إلى المغرب وهو يحمل الكأس. باكر فنجة بطل الكأس. مبروك لفنجة. وهارضك لمرباط. مرباط الحقيقة اللي قدم العرض الطيب والعرض المثير. الحقيقة فنجة يفوز بالكأس في ضربات الجزاء الترجيحية. ونادي مرباط طبعا شيء مشرف لنادي مرباط انه يواصل اللعب ويلعب مع نادي. وهذا السيد سامي رئيس نادي فنجة. وتهنئات ويصفق سامي السيد خالد. بن حمد رئيس نادي فنجة. التهاني تنهال على جميع اللاعبين وهم يمرون لمنصة التتويج ليتفضل مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بتسليم كأس جلالته لكرة القدم لنادي فنجة. إنها اللحظات السعيدة وإنها اللحظات التي يحق للمرء فعلا أن يفاخر بها. وهو جلالته حفظه الله يسلم كأس جلالته لنادي فنجة ويبارك لهؤلاء الشباب. يبارك لشباب فنجة حصولهم على كأس جلالته الغالية. يتشرف الآن لاعبو فنجة بمصافحة
حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. إنها فرحة كبرى وإنه إنجاز رائع لنادي فنجة. هذا عمر براس المدرب المشهور صافح حضرة صاحب الجلالة، ثم الجهاز الفني من طبيب ومساعد للمدرب ومدرب للحراس، وهذا الكابتن طالب هلال وبقية اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني لنادي فنجة يتشرفون جميعا بمصافحة جلالة سلطان البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. الكابتن يونس أمان كابتن مرباط صافح جلالة السلطان المعظم، بينما يصافح اللاعبون الآخرون. هذا شوقي غريب اللاعب المصري المشهور لاعب نادي المحلة الذي يلعب الآن لنادي مرباط الرياضي، وهو أحد النجوم الذين أمتعونا في هذه المباراة في حقيقة الأمر. اللاعب لطفي الصنهاجي أيضا لاعب من تونس الشقيق، وهو أحد اللاعبين الجيدين، وكان هذا لطفي نسيم مدرب مصري هو مدرب لنادي مرباط. سيتفضل الآن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله بتسليم كأس جلالته للهوكي لفريق نادي السيب. جلالته حفظه الله يسلم الكأس الآن لكابتن نادي السيب، بينما يتشرف بقية اللاعبين بمصافحة جلالة السلطان المعظم. هكذا يكون التشجيع وهكذا يكون العطاء، وتذكر دوما الحكمة القائلة: إذا أردت أن تنظر إلى مستقبل أمة فانظر إلى شبابها. عطاء متدفق من شبابنا في كافة الميادين وللاعبي نادي السيب على هذه النتائج الرائعة، والكأس يطوف بها اللاعبون أنحاء الملعب فرحين بهذا الإنجاز الرائع الذي تحقق هذا المساء على استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر. نبارك لكل الفرق التي وصلت للنهائيات، لأن الوصول إلى النهائي شرف في حد ذاته، ونقول ألف ألف مبروك للاعبي فنجة وللاعبي السيب على حصاد هاتين البطولتين الغاليتين. ونشكركم أعزائي المستمعين وأعزائي المشاهدين في كافة أرجاء السلطنة وفي دول مجلس التعاون دول الخليج العربية، في الجمهورية العراقية الشقيقة، في الجمهورية العربية اليمنية الشقيقة، على حسن متابعتكم لهذه المباراة ولوصفنا لهذه الأمسية.